السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة. أنا الآن متواجد أمام جبل ثور ونشاهد أعداد من أو كثافة عالية للحافلات وتواجد لضيوف الرحمن، سواء في التعريف أو التعرف على موقع جبل ثور، أو أغلبهم يصعد إلى جبل ثور للتعرف أكثر على غار ثور وتفاصيل هذا الجبل. أنا معكم حسين الفيفي من قناة سبيل مكة، فحياكم الله في هذه التغطية ولا تنسونا من اللايك. طبعا ما شاء الله نشاهد على امتداد هذا الطريق أعداد من الحافلات وكذلك من ضيوف الرحمن، وشوفوا لا زالت الحافلات قادمة من الحرم ومن الفنادق المجاورة للمسجد الحرام. طبعا الساعة الآن 7 صباحا وباقي أغلبهم ما تحرك من الفندق المخصص له، أغلبهم يجون على الساعة 8 ونصف. أول مكان يزورونه جبل ثور، بعدها ينطلقون إلى عرفة، مزدلفة، ميناء، ثم جبل النور. وما شاء الله نروح مع أو نمشي مع ضيوف الرحمن إلى بداية صعود الجبل، وشوفوا أغلبهم يجي في سيارة خاصة، لكن مثل الشركات والحملات الكبيرة لا، يجون مع المرشد تبعهم والمنظم ويعرفهم على الجبل وعلى تفاصيل وحادثة الجبل. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، شوفوا الأعداد الكبيرة، يا ما شاء الله، ولا زالت في أعداد قادمة. طبعا اغلبهم بس يجي هنا يتصور، ياخذ صور، ما حد يقدر يصعد الى الجبل، الى اعلى قمة الجبل. بعدين ما شاء الله شوفوا صباحنا اليوم كيف جميل، ما شاء الله تبارك الله، سحب واجواء جميلة. اغلب ضيوف الرحمن يجون يتصورون هنا وياخذون صورة مع الجبل، ومن كل فج عميق أتوا لزيارة الأراضي المقدسة ومستمتعين بهذه الأجواء الصباحية الجميلة. شكرا. هذا نأخذ له صورة مع الجبل أحد متابعينا. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه بداية صعود الجبل، شوفوا هذا المنظم تبعهم، شوف الاحتراف، طبعا هذه بداية صعود الجبل، باقي مسافة على البداية، لكن نشاهد تواجد يعني بسيط في هذا المكان، أغلبهم في أو إذا كانوا مجموعة زي حملة زي كذا ما حد يقدر ما يقدرون يصعدون للجبل، ما في إلا إذا جو على عن طريق ال ما في إلا الأفراد إذا جو عن طريق سيارات الأجرة يقدرون يصعدون للجبل.
طبعا مثل هذا يدعي أمام هذا الجبل، هذا غير مشروع وغير ما هو من الدين، لكن كل واحد له، لكم دينكم ولي دين. شوفوا الجبل هذا ما شاء الله ما سبيل، وشوفوا باقي مسافة على صعود الجبل على البداية. شوفوا ما شاء الله هذا البيت الجميل، حاط ورود أمام الطوائق. أشوفوا الحافلة من وين نازلة، أغلب أحياء مكة وشوارعها في مرتفعات. بعد ما زاروا جبل ثور يغادرون الآن، راح ينتقلون إلى مشعر عرفة. شوف اللي يصعدون يجون عبر عن طريق هذه السيارات الأجرة. طبعا هذه الواجهة القديمة للصعود للجبل، طبعا كما قلنا هذه الواجهة القديمة للصعود إلى الجبل. طبعا هذه بداية الصعود القديمة أو البوابة القديمة لصعود الجبل. أخي المسلم، لم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم صعود هذا الجبل تعبدا، ولا الصلاة فيه، ولا التمسح بأحجاره، ولا العقد على أشجاره، ولا أخذ شيء من ترابه ولا أحجاره وأشجاره، والخير في سنته صلى الله عليه وسلم فلا تخالفها. قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا بعدة لغات مكتوبة علشان الناس يتعرفون ولا يجون إلى هذا المكان يتعبدون، فقط زيارة معرفة، زيارة استكشافية. ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه بداية الصعود، أغلبهم يوقف في هذه النقطة. وشوف الناس وين واصلة. أوه ما شاء الله. بعدين يطلعون في هذا الصباح وفي هذا الشمس. شوف الأعداد فوق. أشوف الأعداد باقي طالعة ونازلة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا كما قلنا هذه البوابة القديمة لصعود جبل ثور، وراح ننتقل معكم بعد قليل إلى المقر الجديد والتهيئة الجديدة لغار ثور أو جبل ثور بشكل منظم وشكل جميل إن شاء الله. يعني راح نأخذ صور هناك ونتعرف على جبل ثور بشكل أفضل. طبعا أغلب الجروبات توصل إلى هذه النقطة وتعود، لكن الأفراد لا، يصعدون إلى الجبل. وهذه مجموعات جميلة. اندونيسيا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا وين متجهين، هذول متجهين للقسم الجديد او القسم الحضاري المهيأ. طبعا كنا معكم قبل قليل في القسم القديم الصعود لجبل ثور، ونحن الآن أمام حي جبل ثور الثقافي. هذا حي ينظم الآن ويجهز لاستقبال ضيوف الرحمن بشكل جميل وشكل مرتب. ما شاء الله تبارك الله.
فيها أعداد كبيرة، أعداد من الحافلات، أعداد من ضيوف الرحمن. فعنا راح يكون في مرافق وخدمات، حدائق وجلسات، أماكن جميلة لاستقبال ضيوف الرحمن في هذا المكان، والناس جالسة تتصور وتأخذ صور جماعية وجميلة. وهذا المرشد تبعهم وجالس ينظم عليهم. طبعا راح يكون في محلات تجارية، مطاعم، كافيهات. وشوفوا بدأ التأجير والتواصل عبر هذه الأرقام. شوفوا الشكل النهائي كيف راح يكون أو كيف راح يصير. الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هذا معرض الهجرة وأجمل صورة. وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم. أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا جبل ثور حتى الآن لم يكتمل، اللي اكتمل جبل النور، اللي اكتمل الآن جبل النور، وراح يكون في تغطية لجبل النور. بسم الله. أنا أقول لكم هذا الصوت يخوفني. طبعا ما شاء الله شوفوا زحمة الباصات، زحمة الحافلات على مدار ال 24 ساعة أو تقريبا إلى الساعة 11 صباحا، وبعد الساعة بعد ما يخلصون من هذه النقطة ينتقلون. والصبح إذا تنفس، ما شاء الله صورة جميلة لجبل ثور مع مبنى المشاعر، مع ساحات مشعر ميناء، كذلك مخيمات مشعر ميناء، ونشوفها تتلألأ بجمال هذا الصباح الجميل وإشراقة الشمس من خلف هذه الجبال المحيطة بهذا الوادي وهذا المشعر العظيم. وأمامنا مسجد الخيف، ونشاهد انتهوا تقريبا من أعمال إعادة التهيئة لمبنى الجمرات والمشاعر المقدسة وكذلك المخيمات. نشاهد إعادة كما كانت نظيفة وتستعد للاستقبال ضيوف الرحمن في المواسم القادمة. وإلى بداية الحلقة.